هاي إيفري ون، مستر راضي ويز يو. أصدقائي الأعزاء، معنا حرف إي. حرف إي، حرف إي لا ينطق في آخر الكلمة، دي قاعدة عامة كده. حرف إي لا ينطق في آخر الكلمة. مثلا لما نقول هورس، حصان، جيم، لعبة أو مباراة، هورس، حصان، جيم، هنا حرف الإي ما تنطقش خالص، ما تنطقش. حرف إي لا ينطق في آخر الكلمة. لكن بقى شوف سعادتك، هنلاقي الكلمات دي، كلمة أك مي، أك مي معناها قمة أو ذروة، أكني، أكني حب الشباب، أبوستروفي، 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 هنا الإي اتنطقت وهنا الإي اتنطقت وهنا الإي أيضا اتنطقت. لكن بصفة عامة القاعدة بتقول حرف إي لا ينطق في آخر الكلمة. حرف إي لا ينطق في آخر الكلمة، مثال كلمة هورس، جيم، وهكذا. لكن الثلاث كلمات دولة بننطق فيهم حرف الإي ونقول أكمي، أكني، أبوستروفي. Easy English with Mr. Radhi. Thank you.